الناس كيضربوا العاقه وبنادم بقى جالس تيشكي عليا انا في اللايفات وشي الدراري تبارك الله شي الناس اللي خدامين عندك هاد الخدمه هادي اللي فات صدويره عندك الخدمه الاخرى ديال القهاوي ديال سرباي ولا سربايه عندك سميتو الخدمه ديال الديليفري تا هي ولاو كيديروا فيها التيبس شكون خلي هاد الامريكان جديد مرحبا تزور البركه ديالنا اخي ديال اي واحد تيطلع تيطلع الميريكان جديد وتيطلع معايا في اللايف تيدبر على راسه اللي ما عمرو طلع معايا ويلا جا جديد مرحبا خويا سيدي شنو الخدمه انا نقولك واحد الحاجه بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ركبوا في الطياره وما عمرهم خرجوا البلاد فاش كتكون غادي للمطار ولا كتركب في الطياره المهم غادي تدخل الطياره ولا غتخرج من الطياره من باب الطياره تيكون واحد الناس ثلاثه اربعه خمسه على حسب دوك الناس الكبار اللي جايين في الطيارة تيكونوا جالسين في الباب ديال الطيارة شادين الكريصة الكريصة بحال دوك ديال ذوي الاحتياجات الخاصة وتيكون جالس وحاط واحد السمية تما يعني فوق الكرسي يعني هذاك الانسان اللي تيكون كيسافر كبير في العمر دابا انت تصيفط الوالدة ديالك كبيرة في العمر الامريكان ما غاتبغيهاش تبقى غادي ما غاتعرفش فين تمشي وخاصها اللي كيديها وما كتعرفش تمشى وما تعرفش هدار ولا عيانة ولا شي حاجة ولا شي واحد مهرس ولا شي لعبة فاش كتحجز فاش كتشري التيكيتة ديال الطيارة كاين واحد الاوبسيون تيقولك باللي الاسيستنت يعني كتختار انه طياره غادي تساعدك وما كيخلصوش هذيك فابور داخله مع التيكيته ديال صافي يعني الطياره كتصيفط لك مع في الخدمه ديالهم كيصيفط لهم شي بلان باللي الطياره النمره ديالها اللي جايه من كذا كذا الباسنجر اللي جاي فيها السميه ديالو تيلقى الورقه تيمشي بديك الكريصه قدام الباب ديال الطياره الكريصه السميه ديالو كيبقى جالس والناس كيخرجوا تيخرج لك الشارف تيقول له انا هو هذاك تيجلس معاه تيقول له انا غنديك تيكون عارف هو فين غيدي تيدي حتى الطياره الاخرى ولا غيدي للباب صافي خونا هي كيجي كيركب في الطانوبي كيجبد واحد 50 دولار 60 دولار كيقول له هاك وليدي سير الله يرضى عليك انت درتي الاول وغترجع عاوتاني بالكريصه تهز الاخر انت هزيتي جوج سالي عاوتاني تهز ثلاثه ما عرفتش شحال تيهزو في النهار وعمرني سولت السؤال كان عليا نسول عليه ابراهيم ابراهيم اذا كنتي في اللايف قول لي شحال واحد كدي معاك في النهار صافي كاين اللي كيعطيك 20 دولار كاين اللي كيعطيك 10 دولار كاين اللي ما كيعطيكش المهم فاش كتجمع النهار كتلقى كيف قال كتوصل حتى 160 دولار مخير اصلا 160 دولار هو خدام 16 ساعه 16 دولار درت شي 16 في 8 غادي تجيك 8 و 4 6 في 1 6 و 4 تجيك تقريبا 16 في 8 عشان 6 و 4 6 في 1 6 غادي تجيك شي 140 ولا ما نعرف شنو وزيد عليها شي 120 ولا 130 ديال التصدويره نديرو سيدي حنا غير 100 نديرو اي واحد 300 ما بين 250 حتى 300 دولار في النهار اضرب نديرو 300 دولار اش من 300 المهم 300 كتكون هي النهار الواعر نديرو غير 240 ضربها في 7 7 في 0 0 7 في 4 28 8 2 7 في 2 14 15 16 1600 راه غادي شي 1700 1600 ما بين 1600 و 700 في السيمانه وانت يلاه جديد عشان 1600 في السيمانه راه تعيش مخير 1600 تخلص لك الكرا خصوصا لك شي سيلوبات تخلص لك الكرا والماكله الا ما كنتيش كضرب الطاسه والجوانات وداك الشيء غادي تعيش مخير تعيش غير بسيمانت كنت ثلاث سيمانات الاخرين كيمشيو للسيفينغ وهذه هي احسن حاجه بالنسبه للناس اللي هنا في امريكا هو انه فاش كتدخل لهم الخلصه التشيكين يعني الخلصه ديالك طن طن كدير ديك اللعبه ديال الترانسفير في السيفينغ وصافي في السيفينغ عاوتاني كتبقى تجمع كتبقى عايش غير بسيمانه وحده وهي غاده خصوصا الدراري اللي بحال هكايا تيكونوا ساكنين مع بعضياتهم شي الدراري اللي تيكون ساكن مع مغاربه بعضياتهم ولا مع كوار ما تيخلصش ما تيخسرش بزاف في الشهر راه ما تفوتش 1000 دولار في الشهر ما يفوتهاش ما يفوتهاش ولا كنت تيتخلص 4 ولا 5 راه تلقى كيسيفي حتى 3000 4000 في الشهر علاش انا كنقول هاد الهضره لانني انا في الاول فاش جيت لهنايا سكنت مع الدراري وكنت كنسيفي ديك 3000 3500 فاش كنت كنخدم في الاول حتى 4000 كاع نهار مزور يعني 4000 ولا 3000 نديرو غير 3000 انا ديما كنمشي لتحت واخا كنقول اكثر ديما كنبغي نمشي لتحت باش حيت هذيك لتحت راه تبارك الله نديرو سيدي كتسيفي واحد 3000 في الشهر الا خدمتي 6 شهور نخدمو عام سيدي انت كاع الا درتي 3 في 12 3 في 2 6 3 في 1 36 مليون 36 مليون اللي كتشيط في العام ما نديروش حتى 36 نديرو 30 مليون اللي كتشيط في العام واش في المغرب تشيط 30 مليون في العام وعندك البينيفيتس لان اغلب هاد الخدامي هادو اللي تيكونوا معاك هكا ولا في الوير هاوس ولا في شي ستور وال مارت ولا اي لعبه بحال هكا تيكون عندك البينيفيت عندك شي الحق دير السلك دير السناء دير العينين تمشي داوي الا كانت فيك شي حاجه وشو شحال
كتسيفي في الشهر. هذا غير الخدامي ديال المينيموم ويج، يعني شوف غير الناس اللي كيخدموا بحال كنقولوا حنا السميك وشحال تقدر تسيفي. اما الا كنتي مجوج فهذيك هضره اخرى، الا كنتي مجوج ما عرفتش، الا كنت هي كتخدم وانت كتخدم وكتشيط راه تشيط اكثر. الا كنتي انت اللي كتخدم وهي جالسه في الدار مقابله الاولاد فما تشيطها لعبه. خويا السهر بلا ما تخسر الهضره عافاك في المغرب تشيط والله الا شو حق ربي الا شو من احسن التجارب اللي دوزت هنايا. وما ديك التجارب فاش تجي في الاول كنت كون كتخدم ومازال عندك ديك المقارنه ديال الدرهم مع الدولار وكتبقى تقول ويلي انا شريت 2 مليون في الشهر وكتبقى فرحان، كتبقى تقول ويلي انا في المغرب اصاحبي غير 1000 درهم كدوز ليا شهر وليتي كتشيط بالملايين وخدام وتدير طوانيبيل على قد الحال وكتبدا تتسوق وتحبس في الستوب وتشوف بجنابك على اليمين وعلى اليسار زعما شوفوني حتى انا راه عندي طوموبيل وكتكسيري عاوتاني. عرفتي راه شي بلانات تيوقعوا الناس عاوتاني في البدايه حق ربي لا واعره. اون فوا كتبدا تخدم وتدوز الاعوام الاول الثاني الثالثه تولي عاوتاني تبغى تشوف دار شي مشروع كبير شي وير هاوس شي بلايص يكون عندك فيك المايك بزاف، يعني كتبقى غادي وكتكبر. يعني هذاك الشيء اللي بديتي صغير ولا شي بالك تعلمه ما بقيتش كتمشي لاصا لا خويا عزيز كنتريني ديما. راه دبرت على واحد الميكازا كنمشي نتريني بوحدي بواحد التيران عمرك كامل واش تشوفها ولا لا اخويا الله يحسن عوان وحق الله سميك في المغرب ما بغاش يتزيد لقدام حبس المعيشه. كنمشي للمرجان كنحط كنشري غير سله صغيره كنشري شحال كنحط فيها 30000 ريال ومشيت ديك الناريات جاني الصاد بالليل مشيت لديك الناريات بلا ما نقول